السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي قناتي وفي حلقة جديدة من حلقات ممثلين زمان ونجومنا الخالدين. هنتكلم عن ممثل مصري اسمه عبد المنعم النمر. الفنان عبد المنعم النمر هو ممثل مصري بدأ نشاطه الفني في منتصف الستينات، وقدم أدوار ثانوية مساعدة وتخصص في أداء أدوار الضابط، كما أدى جميع الأدوار الخاصة برجال الداخلية بالإضافة لأدوار الطبيب، وذلك في السينما والتلفزيون. الفنان عبد المنعم النمر له أكثر من 200 عمل فني شارك فيه. في عام 1974 شارك في فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي وفيلم الهارب، وفي 1975 كان في فيلم الخدعة الخفية وفيلم شبان هذه الأيام. أما في عام 1976 فشارك في فيلم ما بعد الحب وفيلم وجها لوجه، وفي 1977 كان لي 3 أفلام، فيلم امرأة من زجاج وفيلم جنس ناعم وفيلم مع حبي وأشواق. أما في عام 1978 شارك في فيلم القطط الصمان وفيلم أولاد الحلال وفيلم بنت غير كل البنات. أما في عام 1979 فله فيلم الملاعين وفيلم الوهم وفيلم خدعتني امرأة، وفي 1981 مسلسل الثأر قبل الحب أحيانا. أما في عام 1982 فشارك في فيلم على باب الوزير وفيلم مصيدة الحب والزواج، وفي 1986 شارك في مسلسل الأفيال وفيلم الرجل الشرس، وفي 1997 مسلسل الدوائر المغلقة. أما في عام 1998 فكان فيلم الغيبوبة. الفنان عبد المنعم النمر تاريخ ميلاده كان 19 يونيو عام 1934، وتاريخ وفاته كان 1 ديسمبر عام 1998. كنا نتحدث عن الفنان المصري الراحل عبد المنعم النمر، ممثلين زمان ونجومنا الخالدين. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.